السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. طبعا هذا الموضوع انطلب من عندي كثيرا بخصوص استخراج النموذج الطوبوغرافي أو نموذج الارتفاع الرقمي الخاص لمنطقة دراسة معينة. مثل ما نعرف أغلب الطلبة الباحثين دائما إذا يحتاج ينمذج نمذجة هيدرولوجية أو أي نمذجة كانت تخص في ستدي أريا يحتاج إلى الدم. أغلب يعني الموديلات الهيدرولوجية تحتاج إلى نموذج الارتفاع الرقمي لهذه المنطقة الدراسية حتى على أساسها يعرف الارتفاع السلوب الخاص بالمنطقة، مو فقط النموذج الهيدرولوجي، أكو العديد من يعني العمل ضمن يعني العمل المساحي، تحديد باوندري لمنطقة معينة، دراسات استراتيجية يعني دراسات البنى التحتية، سكك حديد غيرها، إنشاءات جديدة. يعني أحد الأمور المطلوبة هو الدم اللي هو ديجيتال إليفيشن موديل. يصنف الديجيتال إليفيشن موديل هو ضمن المتطلبات اللي احنا نسميها الراستر. احنا مثل ما نعرف اكو نوعين من الديتا داخل الجي اي اس، نظام الجي اي اس اكو بيانات نسميها احنا فيكتور اللي هي بيانات عبارة عن رقمية او بيانات نقطية، والبيانات الاخرى احنا نسميها الراستر. الراستر اللي تنتشر على شبكة واسعة احنا نسميها السبيشال ديتا، البيانات المكانية. فالدم يعتبر احد اهم ويعني واول البيانات المكانية الراستر ديتا اللي نحتاجها بالنمذجة. ما احدث اي نمذجة ايا كانت اللي انت راح تعمل عليها. خلال ملاحظة للطلبة وللباحثين أنه دائما يروح ينزل الدم لمنطقة الدراسة من موقع اسمه USGS، أكيد كنتم تعرفونه اللي هو موقع الزراعة الأمريكي USGS، يروح ينزل الـ يعني الدم مالته من عندها. بالمناسبة يعني هو الموقع جيد لكن يحتاج أول شيء تحديثات بصورة عامة اللي هو يعطيك نظام استكشاف الأرض بالكامل، تابع لل يعني وزارة الزراعة الأمريكية وتقدر تدخل تفاصيله بالكامل. لكن صراحة إنه الموقع بصورة عامة يعني الموقع أول شيء يعني مثل نقدر نقول إنه كلش قديم، التحديث الأقمار الصناعية مو بعالي، البيانات اللي ينزل لك إياها لمنطقة الدراسة ما ينزل لك إياها حديثة. يعني مثل ما نعرف إحنا طوبوغرافية منطقة الدراسة ممكن متغيرة، يعني ممكن خلال 10 سنوات ما تبقى نفسها. لذلك أغلب الأخطاء اللي يوقعون بها الباحثين بالنمذجة يعني على وجه الخصوص النمذجة الهيدرولوجية هو إنه يأخذ دم قديم، فهذا الدم القديم وياخذ بيانات مثلا تصريف حديثه ومن دي يسوي تشيك اب اثناء فتره الكالبريشن والفاليديشن حتى يعاير البارامترات المدخله للنموذج الهيدرولوجي يلقى هنالك اختلاف او فرق. احد الاسباب هو دقه الريزوليوشن مال الدم. هاي اثنين، دقه الريزوليوشن مال الدم منين تجي كل ما ان تكون دقتها تكون اقل للارض هاي تكون بيرفكت، يعني انت حتاخذ يعني كل يعني العوامل المؤثره ضمن منطقه الدراسه. العمل الثاني او المؤثر الثاني هو مدى حداثة الديجيتال إليفيشن موديل. خريطة الديجيتال إليفيشن موديل مثل ما نعرف أنه ما تبقى ثابتة. ليش؟ لأنه طوبوغرافية الأرض ممكن يصير يصاحبها بعض التغيير من هذا الباب. يعني ممكن أنه إحنا كنا حاسبين مثلا عمق النهر أو كذا أو كذا الأرض أنه تكون بهذا الأسلوب، يجوز بعد فترة تغيرت، صارت عمليات دفن أو حفر أو كذا، تغير النموذج الارتفاع الرقمي لمنطقة معينة نتيجة الهزات الأرضية، نتيجة فترات الجفاف والفيضان والسيدمنتيشن اللي بصورة عامة وخاصة احنا يعني بالبلدان يعني بأغلب البلدان أنه نسبة السيدمنتيشن يكون جدا عالي، فهاي كلها تعتبر مؤثرات بصورة كبيرة راح تأثر لي على الدم. فأنا المفروض حتى أشتغل على الدم لازم أنزل البيانات الحديثة جدا. تقدر تنزلها من موقع الـ USGS لكن أكو يعني أواني شارحته يمكن مسبقا وسهل أيضا تقدر تنزل. هو شو أنت تنزل الخريطة بصورة عامة؟ ننزلها عن طريق أنه أنا أستخدم لمنطقة الدراسة هي شو تتجمع أصلا الراستر ديتا، عبارة عن مجموعة من المرئيات. يعني ممكن اني حتى احدد الديجيتال اليفيشن موديل لهذه المنطقه احتاج مثلا يجوز فد 15 مرئيه او 16 انا حسب المرئيات المتجمعه بهذه المنطقه. ثانيا نوع القمر الصناعي المستخدم ايضا ياثر. ثالثا
العمل الثالث اللي راح يأثر أيضا بصورة عامة ومدى حداثة الدم. القمر هاي من يمتى أنه صارت عملية التقاط لها، هاي كلها الأمور تأثر على دقة الدم. لذلك أفضل طريق أنه أنت تستخرج الدم بشكل أحدث. موقع USGS أيضا موقع محترم وجيد جدا أنه تقدر تنزل من عنده، لكن صراحة بعدة مشاكل. أول مشكلة أنه الأقمار الصناعية، لا تلاحظ الأقمار الصناعية الحديثة مو كلها بي، يعني ما ينزل لك ياهن، يعني دائما انه متاخر. ثانيا ما بي اوبشنات انه ينطيك، يعني اكو فروقات هواي ان شاء الله راح نجدها. انا راح اسوي لكم الدم بهذا الموقع والدم من موقع ناسا، واللي الموقع ناسا يكون محدث تقريبا سنوي التحديث به، فهذا الشيء انه راح يفيدك. وكذلك تنزيل المرئيات يكون اسهل بهواي مما يكون هنا. سواء تتنزل من موقع اليو اس جي اس ولا من موقع ناسا، تحتاج اول شيء تسوي لوج ان بالموقع لازم، لان الدم راح توصلك عن طريق الايميل. يعني هاي تخليها ضروري يعني جدا في موضوعك. شلون انه انت تنزلها؟ هسه احنا هذا موقع اليو اس جي اس، بالمناسبه تقدر انه تنتبه انه دائما البرودكت ما متوفر لنا دائما، حتى يوفروا لك ايرث اكسبلور. دائما يصير تحديث للمناطق اللي او للستدي اريا اللي دائما تدعم، عندها دعم للنمذجه. البلدان العربيه بصوره عامه، يعني جزء من اسيا، ما عندنا دعم دائما تكون متوفر، عدا يمكن حاليا الصين دخلت بهذا الموضوع انه دائما عندهم تحديث. فهاي الاقمار الصناعيه تحتاج من ايا كانت المؤسسه الداعمه لها تحتاج دعم. فصراحه موقع اليو اس جي اس دائما يحافظ على المناطق، احنا اللي يعني مناطق اسيا انه تقريبا نفسها، لانه ماكو دعم دائما متواصل لها. فموقع ناسا موقع مجاني، تقدر تنزل بالبيانات، ما يحتاج من عندك تحديثات نهائيا. فأنا إن شاء الله راح أسوي لكم بهذا الموقع من الـ USGS وكذلك من موقع ناسا. موقع ناسا أسهل بكثير طبعاً، إحنا راح نشوف ونقارن بين الفيتشرز الخصائص من هنا أو هنا، وأنت حسب عملك تقدر تحدد. فهسه اليوم شلون راح نسوي كرييشن للدم ديجيتال انوفيشن موديا من موقع ناسا. أول خطوة تسويها تروح على متصفح جوجل بصورة عامة، تكتب Earth Data Search ناسا. تمام عيني، هذا هو الموقع الأول. بعد ما تدخل على اللينك تلقائيا راح تكون هنا اللي هو الـ Earth Data Search ناسا. بعد ما تدخل على اللينك راح يطلع لك الواجهة الرئيسية الخاصة بالعمل البرنامج. تمام، هذا اسمه الـ Earth Data Search. منه هذا اللي ينطيك التحديثات الرئيسية، الماتشنج كولكشن اللي دا تصير تحديثات بصورة عامة، شنو الراستر بدها تنزل. بالمناسبة احنا عدة طرق للالتقاط حسب نوع هذا ديجيتال انوفيشن موديل. اذا انت تشتغل شنو؟ تشتغل راستر، عملك ثاني ممكن هيلث، ممكن مانجمنت، غيرها، يعني حسب طريقة الدراسة. فاكو عدة اوبشنات للانسترومنت، للادوات المستخدمة. فهذا هنا دائما يعطيك التحديثات الحديثة، انه صار كذا، اكو قمر صناعي تحدث، اكو فد اوبشن جديد، ايرث كولكت مثلا هذا القمر الصناعي التقط التغيرات بالمناطق الغائمة، غيرها. يعني هاي انه مثل ما نقول اخبار الموقع الماتشنج كولكشن. فتقدر انه من هنا انت تخلصها من هذا، بعد ما تقول لك اللبس بنال تلقائيا راح يلغى. تمام عيني، اول خطوه تجي عليها انت حتى تشتغل على منطقه الدراسه هاي بصوره عامه، على منطقه دراستك انت تحدد اول شيء منطقه الدراسه، تختار هذا الكولكشن من هنا اللي هو الزوم ان، راح يسوي زوم ان، تروح على منطقه دراستك. هسه انا صراحه بصوره عامه راح اخذ في منطقه دراسه معينه ضمن العراق، صايرة يعني ضمن أحد الأهوار، مجرد يعني تطبيق أول أنت تقدر تشتغل على أي منطقة دراسة تريدها. فهسه هنا بنلاحظ هذا هنا ضمن العراق راح نشتغل هنا أنا. من العراق بعد نعطي زوم ان، تستمر انت بالزوم ان الى ان توصل مرحله الزوم ان يتوقف، معناها هنا الاوبشن تؤسسها باللحظه توقف ثاني ان الاوبشن توقف هنا. هسه نستمر هنا
واصل نيسان ناصرية. أنا صراحة أريد أعمل ضمن هذا الموقع، أريد أنزل ديجيتال إليفيشن موديل لهذه المنطقة ضمن هور معين، يعني بغض النظر عن التحديد إحنا نقدر نشتغل بصورة عامة حتى تكون محاضرتنا بصورة عامة. نجي أنا حتى أحدد منطقة الدراسة هاي، أول شيء عندي عدة أوبشنات، تروح على هذا الأوبشن اللي موجود من هنا يعني. تمام عيني، هذا الأوبشن تضغط عليه راح يعطيك عدة أوبشنات حتى تحدد. عندك البوليجون إنه عبارة عن مضلع، تحدد عدة نقاط. هسه لاحظ إذا اختارينا البوليجون لمنطقة معينة كذا وتستمر هكذا إلى أن تختم توصل لهذه النقطة راح ينطيك، لاحظ هذا هنا هذا البوليجون الحالة الأولى إنه أنت تحدد إذا كانت منطقتك. نجي الحالة الثانية، عندك الريكتانجولر. تمام عيني، تقدر أنت للريكتانجولر تختار إلى أي منطقة معينة تسوي ريكتانجولر وينطيك لها اللاتيتيود واللانجيتيود الخاص بها. الاوبشن الثالث انه انت حتى تسلك او تحدد منطقه الدراسه تقدر تختار الفايل. الفايل شنو يقصد به؟ الشيب فايل، يعني انت يجوز متوفر عندك الشيب فايل لمنطقه الدراسه فتحمل الشيب فايل من هنا بهذه الصيغ اللي هو كم اي ال عن طريق الجي اي اس، تحوله من صيغه الشيب الى هاي الصيغ احد الصيغ تحفظها وتقدر هنا تسوي له داونلود مباشره، يعني تسوي له ابلود ويحدده هو هنا على منطقه الدراسه اعتمادا على اللاتيتيود واللانجيتيود، الاسقاطات المرجعيه احنا نسميها الميجر بروجكشن للمنطقه، ونحدد هنا على اساس راح نحدد ان نختار فقط المنطقه ضمن الشيب فايل. طيب احنا نقدر نحدد الدم الى نقطه معينه كان تكون مثلا هاي النقطه هي عباره عن ستيشن، محطه قياس، يعني ايا كانت نقدر اي نعم نقدر نحدد الى بوينت، نختار بوينت نحدد هاي البوينت راح يعطيني بهاي البوينت اللاتيتيود واللانجيتيود. هاي نلاحظ ان هاي البوينت ايش قد قيمتها لاتيتيود، كذلك راح ينطيك الاليفيشن اللي تقدر تنزله بالكامل. طيب هسه احنا شنو راح نسوي؟ مثلا نختار هنا مثلا ريكتانجولر. تمام، انا يعني بغض النظر صراحه ما محمل لحد الان شيب فايل للموضوع فراح اختار ريكتانجولر. انت اذا تشتغل مباشره عندك الشيب فايل لمنطقه دراستك تقدر انه مباشره تحمل الشيب فايل تسوي له ابلود ضمن اللوكيشن الموقع وتشتغل عليه، لكن اذا هاي تختار ريكتانجولر. كيفيه انشاء يعني شيب فايل، اكو بلاي ليست انا عاملتها اسمها الارك جي اي اس، تدخل بها احد الخصائص هو انشاء كرييشن الشيب فايل اذا ما كان عندك متوفر شيب فايل من مؤسسه يعني المؤسسه لهيئه المساحه والنسخ الجيولوجي الخاص ببلدك. فبعد ما حددنا الشيب فايل اللي قلنا احنا اما انت ترسمه تلقائيا وتعلمنا شلون طريقه الكرييشن ترجع للبلست الخاص بالارك جي اي اس او تحصله من هيئه المسح الجيولوجي الخاصه ببلدك. بعد ما نحدد هنا قبل ما نختار نسوي سلكشن، اول خطوه تسويها انه انت تروح تسجل بالموقع، لان البيانات راح توصلك عن طريق الايميل ضروري جدا، سواء الموقع اليو اس جي اس او موقع ناسا او اي موقع ثاني تشتغل عليه. فاول خطوه تسويها بعد ما تدخل على الموقع تسوي لوج ان اذا انت ما مسجل مسبقا، واللوج ان جدا بسيط، تروح تسجل من هنا تفتح انه يصير عندك اسم خاص بك يوزر نيم وباسورد تسجل به، اذا ما عندك يعني يوزر وباسورد تسوي ريجستريشن. تمام عيني، هاي منها مباشره المعلومات جدا بسيطه، تختار يوزر نيم تختار باسورد وتختار كونفيرم باسورد. هسه منج باسورد راح اكمل خطوات التسجيل ان شاء الله ونكمل الفيديو. اثناء التسجيل الريجستريشن بالموقع حبيت انوه على هذه الفقره، احنا بعد ما ننطي اليوزر نيم الفيرست نيم لاست نيم الايميل اللي خاص بك تلقائيا الكونتري الافليشن تحدد انه شنو موقعك، انت عندك عده اوبشنات جفرمنت كمبيوتر شغل اقتصادي education، تختار هنا الستدي اريا شنو منطقتك انت راح تدرس عليها، يعني دراساتك هنا بصوره عامه راح ينزل لك المرئيات باي عمل، عندك دراسات هيدرولوجيه هيدرولوجيك سايكل، عندك لاند بروسس عمليات الارضيه، عندك الاوشينري جرافيك اللي هو عمليات المحيطات وغيرها، البولار بروسس راديشن، يعني عندك عده اوبشنات هنا. تمام، الهيدرولوجيك سايكل دور الهيدرولوجيه شنو عندك انت عمل هاي المفروض تبدي بيها تختارها من هنا، اتموسفيرك
هنا العمل الهيدرولوجيك سايكل تمام عيني، هاي هنا احد الاي سي، هاي عندك عدة اوبشنات، هاي ضروري تختارها منها، توبوغرافي كيمستري، توبوغرافية الكيميائية للمنطقة، اذرز تمام، تقدر تختار اذرز. يعني اذا تريد انت بصورة عامة ما تحدد في شيء، لانك ممكن بالمستقبل تنزل هواي امور عملك عليها فلا بأس. هنا اليوزر تايب تختار السلكت مالته، انت شنو عملك، ساينس تيم غيرها، فتختار انت هنا حسب الاوبشن اللي انت تريد، الاورجنايزيشن، بعد ذلك تقول له انه اجريمنت، افتر ذات ريجستريشن والايرث داتا، تسجل تلقائيا بالموقع، راح توصلك رساله على الايميل تسوي فيريفيكيشن مباشره. شوف هنا يمكن اكو خطا كان باليوزر نيم والباسورد، مجرد انه اليوزر نيم يريد انه مع تكمله اسم، احنا مباشره انا بس حبيت انوه لكم اثناء التسجيل بهذا الموقع تنتبهوا لها بشكل ضروري، لان مهمه جدا انت اذا ما عندك فد تحديد معين على اساسها تكمل تكتب اذرز حتى انه تقدر انت تستقبل وتنزل مرئيات ضمن اي اوبشن انت تحتاجه. هسه تلقائيا راح نكمل هنا الخيار، عندنا عدة خيارات هنا، الخيار الأول اللي هو بريسيجن طبعا راح يعطيك عدة أستر مثلا مجمعين هذا الدم، أول شيء نجي الأول اللي هو الأستر ليفل 1 اللي قد نسبة البريسيجن مالته، وكذلك يا نوع قمر صناعي السينيور مالته ايش قد الراديوس مالته، ينطيك اياها بالتفاصيل. فهسه احنا اللي نتخلي الاول بالمناسبه كل من ينطيك التحديث والابديت مالته، الابديت منين الى مين تقدر تحدد، اي نعم اقدر انا احدد ايضا الابديت او منين يبدي ستارتنج الى اندنج اقدر احددها ايضا، تقدر تلقائيا تختار منين الادفانس سيرش تقول له من ستارتنج الى اند حتى انه ينطيك البيانات مثلا بتفاصيلها انه ستارت تبدا من كذا وقت الى كذا. هسه احنا مثلا لو قايلين مثلا نريد الى 2000 تبلش، يعني ستارت تبدا من 2000 مثلا و9 تنتهي الى مثلا 2000 مثلا 22، فهسه ابلاي اريد احدث قمر صناعي منطيني يعني هاي البيانات. فهسه دا نروح للاول نضغط عليه مباشره هنا مثل ما تلاحظ هنا، هسه ضغطنا عليه، هسه هذا يعتبر احدث راستر بمتوفر هاي البيانات هنا الساوث والنورث، تلاحظ هاي منطقه الدراسه اللي احنا اشرناها بالريكتانجولا، لاحظ كم مرئيه متجمعه حتى تسويها، خلينا نغلق هذا، هاي اللون الاخضر الفاتح اللي هو اذا يقول لك انه حتى نرسمت هاي الديجيتال الفيجن موديل احتاجت بهذا القدر مرئيات، تمام هذا القدر هو المرئيات اللي انت احتاجتهم حتى ترسمها تمام عيني، وكذلك ينطيك الامتداد مالتهم حتى الرسمه مثلا خلال يا شهر اخذت الـ يعني الريموت سنسنج الخاص بهم حتى تعرف انه مثلا كانت هذه الخرائط مأخوذة خلال وقت غائم أو غيرها. إحنا بالنسبة للبلدان العربية تقريبا إحنا نقدر نقول إنه الجو دائما يعني صحو، فما راح تأثر هاي الأمور بصورة عامة، لكن في بعض البلدان اللي هي دائما تكون غائمة والبلدان الأوروبية وغيرها تأثر وقت أخذ الديجيتال إليفيشن موديل من وقت إلى آخر، ذلك هم يأخذونه خلال مثلا تجميع سنة كاملة.
فهسه نجي نرجع للاوبشنات. هو عباره هنا هسه بنجمعهم كم مرئيه، وكل مرئيه راح تلاقي اوبشن خاص بها لكل مرئيه. فانت شو تسوي؟ تنزل لازم كل المرئيات وتجمعهم بفولدر خاص بك، كل المرئيات تنزلها تقول له داونلود ال، لو تريد هسه احنا نرجع على وحده وحده تقدر تحملهم، تقول لهم داونلود ال ويحمل لك اياهم مباشره، تحملهم وبعدين يتجمعن تلقائيا. يعني تقدر تقول منها داونلود، نقدر منها ناخذ اي وحده. اي نعم، يعني نقدر ناخذ اي وحده من ستارت من الاند مالتها لاي وقت تنتهي. هسه نجي هنا مثلا نقول له داونلود، تمام. ايش تريد تحملها باي صيغه؟ عندك صيغتين للتحميل، صيغه احنا نسميها التي اي اف، الجي اي اس معروفه اللي هي الصوره، وصيغه الاتش دي اف. فهسه احنا الان اختارينا يعني طريقه الاوبشن الثاني اللي هي اكسبورت، يعني الاوبشن تف. تلقائيا راح ياخذك الاوبشن هذا، راح يحمل لك اياه هنا مباشره. تريد بالطريقه الاولى ايضا تحمل مباشره. تريد تسوي داونلود للكل وبعدين تنطي اوبشن، هاي تلقائيا تحملت هسه الصوره الاولى، كذلك الصوره الثانيه تقدر تسوي لها داونلود، الثالثه تسوي لها داونلود. اكو بعض الاوبشنات تقول له اوبشن، طبعا هنا هسه داونلود بالطريقه الثانيه اللي العفو الاولى اللي هو الاتش دي اف. هذه الطريقة أيضا تقدر تحمل بها البيانات مالتك. إذا تحميل للكل وعندك بيانات أخرى تلقائيا ممكن تحتاج الإيميل، لكن إذا أنت مسجل بالإيميل والصورة مباشرة، يعني لو ما أنت ما مسجل ما راح ينزل لك البيانات إلا تسوي ريجستر بالبرنامج أو باللوكيشن ويب سايت، ويصير عندك عنده لوجن يعني يوزر نيم وباسورد خاص بك تدخل بيه يلا إنه تسوي لوجن. ها تقدر المرئيات اللي جمعتها تلقائيا، احنا نستخدم طريقة التف وبعدين نجمعها، فنقدر نسوي او الاكسبورت بطريقة التي اي اف، فنقدر نسوي فولدر نجمع به كل المرئيات اللي احنا مثلا هسه كم مرئية نحتاج، هاي المرئيات هذه المرئيات كلهن انزلهن وحدة وحدة، فتلقائيا راح اسوي تنزيل لهذه البيانات مباشر، وبعدين اخذهن اسوي لهم تجميع داخل برنامج الجي اي اس. لهنا ان شاء الله تكون محاضرتنا خلصت. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونه. اي اوبشن ثاني بالمناسبه هذا الموقع جيد، يعطيكم التحديث الاخير، كذلك يعطيك كل التفاصيل وكل الديتيلز اللي تعرفها انت مباشره، فيو ديتيلز بالمناسبه هسه نقدر هنا ناخذ هذا، شوف هنا هذا تلقائيا يعطيك التفصيله الكامله للمرئيه اوبشن مالتها اللاتيتود والانجتيود، وكذلك تقدر تعرف التفاصيل الاخرى اللي هو التفاصيل اللي هي خاصه بها، اللي مثلا اي وقت اخذت هذه التقطت هذه المرئيه، ايش قد التايم ستارت مالتها، ايش قد الكولد كفر، ايش قد كان نسبه الغطاء الغائم او الغطاء الغيمي لها، ايش قد ابديت لها، يمتى متحدثه الداتا سيت مالتها، الراستر ايش قد قيمتها، الليفل البزنس اللي هاي طبعا يحددك انه شنو نوع الخيار اللي انت اختاريته حتى تحددها، ايش قد اللاتيتيود اللانجيتيود، احنا الجنرال سايز ريزوليوشن الخاص بيها، تقدر ايش قد تنزل ريزوليوشن كله موجود. فهسه احنا ننزل ريزوليوشن بواقع عندك 10 وعندك 30، فاحنا ننزلين بال 30، تقدر تتحدد على حسب الاوبشن اللي انت تحتاجه، تمام. ان شاء الله تكون هاي المحاضره واضحه بالكامل. نلتقي بكم ان شاء الله على المحاضره القادمه اللي هي هاي تعتبر كرييشن اند داونلود. بعدين راح نسوي تجميع كولكشن للراستر ديتا اللي هي المرئيات. هسه احنا لحد الان هسه لاحظ كم مرئيه كم راستر احتاجين لحد الان، تقريبا بهن 14 راستر راح نجمعهم، لان لكل راستر ننزل قيمه التف مالتها، بعد ذلك هذين القيم اللي نزلناها سويناها داونلود بهذه الصيغه نروح تلقائيا نجمعهم في فولدر واحد، بعدين راح نستدعيهن ضمن برنامج الجي اي اس. هنا ان شاء الله ما عندكم محاضره، يعني ما عندكم اي سؤال عفوا، نلتقي بكم على المحاضره القادمه اللي هو تجميع الراستر ديتا او المرئيات حتى نكون اوبشن واحد اللي هو يعني ديجيتال اليفيشن موديل لمنطقه الدراسه. لذلك الحين نلتقي بكم ان شاء الله بمحاضره ثانيه، اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تتواصلون ويانا. نلتقي بكم ان شاء الله بالمحاضرات القادمه، دمتم بامان الله وحفظه.